صباح الخير متابعينا في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية. إذا أحوال جوية غير مستقرة تسود في مناطق مختلفة من المملكة، هذه حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر بشكل أساسي على المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، مرتفعات جنوب غرب المملكة بما فيها أيضا مرتفعات مكة والطائف، أيضا تشمل مناطق واسعة من شمال وشمال شرق المملكة مثل حفر الباطن، رفحاء، شمال حائل، عرعر، سكاكا، الجوف، أيضا حدود السعودية الأردنية. تزداد حدة هذه الأحوال الجوية غير المستقرة مع ساعات هذه الليلة، وأيضا تكون سمة هذه الأمطار إجمالا في جنوب غرب المملكة وشمال شرق وشمال المملكة على شكل زخات رعدية من الأمطار، قد تكون غزيرة في بعض المناطق تعمل على جريان الأودية والشعاب، كما ولا يستبعد أن تكون بعض من هذه الزخات مرفقة بتساقط لزخات من البرد. ساعات الليلة القادمة يتوقع اتساع رقعة هذه الأمطار، ربما تشمل أيضا بعض مناطق من العاصمة الرياض، مناطق أوسع من حائل وأيضا أجزاء من القصيم، مناطق أوسع من تبوك، مناطق ساحلية من تبوك مثلا، وأيضا تساقطات زخات للثلج فوق جبال اللوز والبرد الثلجي في مناطق الحدود السعودية الأردنية. أما بالنسبة للأجواء اليوم في العاصمة الرياض، فالأجواء تكون هناك فرص مهيئة للأمطار خاصة مع وقت لاحق من اليوم، ودرجة حرارة العظمى 20 درجة مئوية. هناك احتمالية لهذه الأمطار التي تجدر متابعتها بشكل ميداني وعلى مدار الساعة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة، نستعرضها معكم بدءا من المناطق الشمالية للمملكة. في سكاكا 11 إلى 8، عرعر 15-8، وفي تبوك من 21 إلى 9 درجات مئوية. المناطق الغربية للمملكة، مكة المكرمة 28 إلى 18، في جدة 27-19، في المدينة المنورة 27-13، وفي الطائف 22-24 درجة مئوية مع أمطار رعدية تحديدا فوق مرتفعات مكة والطائف على وجه التحديد. أما في المناطق الجنوبية الغربية، في أبها 20-12، في الباحة 15-13، وفي جازان من 30-27 درجة مئوية مع فرص لأمطار رعدية أيضا في كل من الباحة ومرتفعات باحة وأبها. أيضا المناطق الشرقية في الإحساء 24-14، في الدمام 25-14، أما في حفر الباطن طقس بارد ممطر على فترات و12 في ساعات النهار و10 درجات مئوية في ساعات الليل. وفي ختاما في المنطقة الوسطى في الرياض 20-13 مع فرص لبعض الأمطار، في القصيم 19-10، وفي حائل من 13 إلى 8 درجات مئوية. سنكون معكم في متابعة أولا بأول لهذه الأحوال الجوية غير المستقرة عبر تطبيق طقس العرب، أو حتى يمكنكم زيارتنا عبر موقع طقس العرب www.weather.com ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، وأتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم. إلى اللقاء.